دلوقتي شم النسيم لازم نعمل لقطه نحيي الناس فيها بشم النسيم، بس هنعملها يعني ايه تتناسب مع مخرج وبطل فيلم وايقونه عملت كل انواع الافلام. احنا هنبتدي ببطل الفيلم. طب حضرتك في الفيلم ليه بتوقعيني في الفخ؟ مش فخ ولا حاجه، هو على فكره هي مش حاجه صعبه. انا جاهز. انه اشهر اغنيه لشم النسيم هي الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع. قفل 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 قفل. دلوقتي لو اسماعيل المفاوض اللي بياخد الناس بالراحه ويجيبهم على حجره وبيقنعهم بكل حاجه هو عايزها بالطريقه ايوه هو ده، هتقول كلمات اغنيه الدنيا ربيع وكانه اسماعيل بيقنع بيها حد بشخصيه اسماعيل. هتقنع حد بيها يعني 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 تخيل قدامي تايسون يعني انا مش ممكن اقف يا ريت يا حجازي الدنيا ربيع والجو بديع تقفل على كل المواضيع، لا في نكاني ولا ماني ولا دكان الزلابان. المخرج بقى هعمل ايه انا؟ انا هقول لك انا بقف ورا الكاميرا. لا ما هو انت كان المفروض تخليني اقول له اكشن وحلو. لا ما انا هقول لك، انت هتأدي اداء المخرج. انت دلوقتي عندك لوكيشن فيه ناس كتيره جدا وعندك تصوير وتايمينج والحاج احمد السبكي بيقول لكم يلا خلصوا، انت اداء مخرج، انت بتكلم اللوكيشن كله وبعد كده اكشن اكيد يعني. واحنا كلنا على فكره في اللوكيشن يعني احنا مجاميع عندك وعندك يلا يا جماعه بس الصوت يلا يا جماعه بنصور. ايه يا جماعه حضرتك بتعمل ايه هنا؟ اتفضل يلا يا فندم اتفضل. نهدى نهدى يا جماعه مفيش وقت يا جماعة، الشجر الناشف بقى ورور مش هنعرف نيجي تاني. أكشن. أيوة كده مظبوط أكشن. أما بالنسبة للجميلة يسرى هي مش محتاجة تفكر، تعمليها زي ما انت عايزة، بطريقة سيفا، بطريقة الدكتورة، بطريقة سعاد حسني، بطريقة اللي انت عايزاه. هعملها الدكتورة برضه. يلا اوكي ثواني انا جيت اهو. اسماعيل يا دكتور، الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع. حاضر يا دكتور. قفل هذه حلقة سم النسيم جميلة قوي.